السيشن ده هنطبق الجزء الخاص بالهوم وورك بيج. مفترض الصفحه دي هتبقى كومن بين المستخدمين او بين انواع المستخدمين المختلفه. هناخد كوبي من التمبلت دوت بي اتش بي ونعمل اندكس دوت فيو دوت بي اتش بي. هنسمي دي الاندكس، والمفترض دي ليها نافيجيشن بار خاص بيها اللي هو ده، والمفترض ده مش هيتكرر، فبالتالي ممكن ندمجه هنا على طول. فهنروح البوت ستراب نجيب الكومبوننتس ونروح على الناف بار، هناخد دي كوبي ونضيفها هنا ونبدا نعدل عليها. مفترض البراند ده هو اللي موجود في الشمال، مش هنحتاجه مؤقتا، فنعمل له كومنت. بعد كده عندنا اور كومباني، فنيجي نكتب هنا اور كومباني. بعد كده في سبونسرز، هنشيل الدروب داون والديسيبل لينك ده، وبرده هنشيل الفورم. هنكرر اليو ال فيها جزء التستمونيالز والاور تيم، فنيجي نكتبهم. وفي المفترض في النص كمان صوره، فهناخد ده كوبي للمره الثالثه بالمنظر ده، وهنسيب ال اي واحده وهنضيف جواها صوره. فهنيجي جوه ال اي، بدل ما في كلمه هنضيف صوره، وليكن assets images logo دوت بي ام جي، والمفترض ده الكمباني لوجو. هنخلي الويتس بتاعها 100 والهايت 100، وهندي لها كلاس راوندد سيركل بالمنظر ده. عشان نخليهم في النص بالمنظر ده، هنيجي هنا نقول ام اكس، وهنا ام اكس، وهنا ام اكس بالمنظر ده كده، هتظهر بالمنظر ده. لو عايزين نقلل المساحه دي، هنشيل الام اكس من هنا بالمنظر ده، ولو عايزين نقللها اكتر، ساعتها هنخلي الليفت يعمل مارجن اوتو في الليفت، والرايت يعمل مارجن في الرايت، بحيث الاثنين يزقوا بعض. فلو جينا جربناها، ده في الليفت وده في الرايت بالمنظر ده كده. هنيجي بقى نشيل الكلاس اللي هو اسمه اكتف ده من هنا ومن هنا، فيظهروا بالمنظر ده. بعد كده عايزين نحط تايتل وتحتها باتون، فنيجي نعمل كونتينر، والمفترض الكونتينر ده هيكون بالفول ويدث، فساعتها هنعمل جامب ترون وجامب ترون فلويد جواه كونتينر وجواه رو وكولوم 12، والمفترض في اتش 1 اللي هي اسم الموقع اي او تي مانجمنت سيستم، والمفترض دي هتبقى في السنتر. نيجي نتست هيطلع بالمنظر ده. محتاجين كمان باتون تحت، وممكن نعمل هنا ديسبلاي 4 بالمنظر ده. نيجي نعمل ديف تكست سنتر وجواها باتون، هيبقى لوجن وجواها انكر تاج، والمفترض ده هيوديني على الاوس سلاش لوجن دوت بي اتش بي. جوه كلمه لوجن هنديله كلاس باتون باتون برايمري بالمنظر ده كده. ممكن نعمل مارجن ونزود البادنج جوه، فنيجي نعمل بي اكس 3 وام تي 3 هنا بالمنظر ده كده. محتاجين بقى الاثنين دول يكونوا ليهم نفس اللون اللي هو اللون ده اللي هو شبيه بالنيفي، فنيجي نعمل ستايل جواه نيفي بي جي، ويبقى الباك جراوند كلر نيفي، ونعمله امبورتنت. نيجي نضيفه في الناف بار ونخلي دي بي جي دارك، والناف بار برده ناف بار دارك بالمنظر ده، بحيث يتقلب اللونين. ونفس القصه على الجامب ترون، فتظهر بالمنظر ده. محتاجين بقى نغير الكالرز بتاعهم الى ابيض، هنيجي نعمل وايت كلر، والكلر هيكون وايت وامبورتنت. هنيجي هنا نضيف الوايت كلر، ونفس القصه على اتش 1 بالمنظر ده. محتاجين بقى على كل عنصر من دول، فهنيجي في كل انكر تاج نحط له الوايت كلر بالمنظر ده، فيظهر على الشكل ده كده. محتاجين بقى نضيف الجزء الثاني، فنيجي نعمل ديف، الكلاس بتاعها هناخد الجزئيه دي، والمفترض هيبقى فيه جواه كونتينر وجواه رو وكولوم 12، هيبقى فيه اور كومباني، يبقى اتش 2 اور كومباني. هنخليها في السنتر، وتحتها باراجراف هنخليه برده في السنتر والمارجن بزيرو، ونعمل لورم بالمنظر ده. هنيجي بقى نكرر الجزئيه دي، نتست الشكل، هنلاقي فيه بين الجزئيتين دول مارجن، فهنيجي هنا نقول ام تي بزيرو وهنا ام بي بزيرو بالمنظر ده كده. نفس القصه بين الجزئيه دي واللي تحتها، فممكن في كل واحده جايه بعد كده نعمل ام واي، وممكن برده هنا نعمل ام واي بزيرو، فيبقى في التوب والبوتوم مفيش مارجن بالمنظر ده كده. محتاجين اللون ده يكون وايت، فنيجي ناخد التو كلاسز دول ونقلبهم، هيبقى هنا وايت وهنا نيفي كلر، نخلي دي نيفي ودي وايت. نيجي هنا نقول وايت باك جراوند، ونيجي على التكست نقول نيفي كلر، نفس القصه هنا بالمنظر ده كده، فيبان التكست على الشكل ده. محتاجين بعد كده سبونسرز، هناخد الجزئيه دي كوبي ونكررها، وبدل ما هي وايت باك جراوند محتاجين درجه اخف من نيفي، نشوف درجه اللون ده عن طريق ان احنا نستخدم البرنامج اللي اسمه جاست كلر بيكر. نيجي نقف على الدرجه بتاعه اللون ونضغط الت اكس، فيجيب لنا الدرجه بتاعه، ونعمل كوبي للفاليو دي ونشتغل بيها بالمنظر ده كده. ممكن بقى نغير الاسم ونخليه وليكن بي جي شرطه اللون ده بالمنظر ده كده. نيجي نختار بقى الدرجه دي ونضيفها في الجامب ترون ده. المفترض اللون اللي جوه وايت، هنقول وايت كلر، وهي نفس القصه وايت كلر. نغير بقى دي نخليها السبونسرز،
وفي الرسمة فيه 4 كاردز أو بعدد السبونسرز اللي موجودين. فهنيجي في رو جديد ونعمل كولوم 12 كولوم ميديم 3 ونضيف هنا كارد ونعمل له شادو ونعمل هنا ديف جواه ايمج وندلها كلاس راوندد سيركل. ممكن كمان نضيف شادو نجيب بقى أي صورة مؤقتا بأسيتس ايمجز ديزرت بي ام جي نديلها ويتس وهايت وليكن 100 والهايت 100. محتاجين نخليها في السنتر فنقول تكست سنتر. هنعمل تحتها باراجراف في اسم السبونسر سبونسر نيم. هنيجي نعمل مارجن 0 وتكست سنتر. هنشيل راوند سيركل من هنا والشادو ونضيفهم على الايمج نفسها بالمنظر ده كده. لو جينا جربناه يطلع على الشكل ده. محتاجين نخلي ده وايت فنيجي ناخد الكلاس ده ونطبقه هنا بالمنظر ده كده. ممكن نكبر الصوره نسبيا فنيجي نخلي ده 125 وده 125. نكرر بقى الكولوم ده 3 مرات كمان بالمنظر ده كده فيطلع على الشكل ده. ممكن نضيف مارجن توب بين الصوره وبين الباراجراف فنيجي على كل باراجراف بعد ما شلنا المارجن ونحط ام تي ب2 نفس القصه هنا ونفس القصه هنا وهنا فيطلع المنظر ده. محتاجين بعد كده تستمونيالز وبعدها الاور تيم. الاور تيم شبيه بالسبونسرز فممكن ناخد الجزئيه دي كوبي بيست بالمنظر ده ونخلي دي اور تيم ونيجي نشيل السبونسر نيم دي ونخليها تيم ممبر ده تيم ممبر بالمنظر ده. ناخد بقى الجزئيه دي كوبي ونغير دي ودي ودي بالمنظر ده. لو جينا جربناه ما يطلعش الشكل ده. المفترض الفاصل بينهم بقى هنعمله هنيجي ناخد الجزئيه دي كوبي ونشيل بقى كلمه اور كومباني ونخليها تستمونيالز بالمنظر ده. المفترض دي عباره عن 2 كاردز فنمسح دي ونضيف رو جديد جواه كولوم 12 كولوم ميديم 6. هنعمل بقى جواه كارد ونضيف له شادو ونعمل جواه كارد بادي. ممكن نروح للميديا اوبجكت اللي موجوده في البوت ستراب ناخد الجزئيه دي كوبي ونبدل الصوره مكان النص. ولو نزلنا تحت هنلاقي هو عامل مثال على الجزئيه دي فناخد بقى المثال ده كده كوبي ونضيفه هنا. المفترض ده اسم الشخص فممكن هنا البيرسون نيم والمفترض دي الجمله اللي قالها. هنيجي بقى نجيب صوره بالمنظر ده نتحكم في الويتس والهايت بتوعها فنخليها 100 والهايت 100 فتطلع على الشكل ده كده. هنيجي جنب الميديا نكتب الاين ايتم ذا سنتر بحيث يخليها في السنتر بالمنظر ده. ممكن نديلها كلاس راوندد بالمنظر ده او راوندد سيركل على المنظر ده كده. هنخلي البيرسون نيم بولد على الشكل ده كده. محتاجين بس نضيف مارجن بين التايتل وبين الكارد فنيجي على الرو نحط ام تي 2 ونكرر بقى الجزئيه دي. فنيجي ناخد الكولوم كوبي ونضيف نسخه بالمنظر ده فيطلع على الشكل ده كده. اخر جزئيه اللي هي الفوتر فنيجي ناخد دي كوبي ونشيل منها اللون. هنشيل بقى التايتل دي اللي هي الاور تيم ويبقى بس عندي عمودين فخلي دي كولوم ميديم 6 ودي كولوم ميديم 6. اول جزئيه هيكون فيها الكويك لينكس فهعمل اتش 3 كويك لينكس هضيف تحتها اتش ار بحيث تكون على المنظر ده وتحتها يو ال ونديلها كلاس ليست ان ستايلد وبعد كده ال اي وكل ال اي عباره عن لينك فنعمل انكر تاج. اول واحده كونتاكت اس والثانيه اللي هي الاف اي كيو هنشيل الباراجراف ده. مفترض الناحيه الثانيه كونتاكت انفورميشن نيجي ناخد ده كده كوبي نضيفه هنا ونكتب هنا كونتاكت انفورميشن. هيبقى في العنصر الاولاني ال اي هيبقى في ايكون عباره عن اف اي اف اي فون وجنبها رقم التليفون بالمنظر ده. نيجي ناخد الجزئيه دي كوبي مفترض ده الايميل فنعمل ات ونيجي نضيف الايميل اللي هو الكمباني ات كمباني دوت كوم على الشكل ده كده. ممكن نخلي دي اتش 4 بدل اتش 3 بحيث السايز بتاعها يقل بالمنظر ده كده بحيث ده يكون اكبر منهم. مفترض اللينكس دي بقى لما اضغط عليها هيسكرول لحد الجزئيه بتاعها فهنيجي على كل جامب ترون نديله اي دي يبقى ده اور تيم وده تستمونيالز وده السبونسرز وده الاور كومباني. نيجي بقى على النافيجيشن بار مفترض اور كومباني هيروح على الاور كومباني يبقى هاش اور كومباني لو احنا عايزين نعمل سكرولنج في نفس الصفحه اللي احنا فيها. وهنا السبونسرز وده كده وده كده على المنظر ده. لو جينا جربناها وضغطنا على الاور كومباني هتنزلنا على الاور كومباني سبونسرز هتنزلنا لهنا. لو جينا الاور تيم هتنزلنا لهنا بالمنظر ده كده. والمفترض اللوجن هتنافيجيت على صفحه ثانيه. ممكن نستخدم دول في مكان ثاني فممكن نضيفهم جوه الاب دوت سي اس اس بحيث دي تكون الستايلز الموحده. نمسح بقى دي من هنا بالمنظر ده. يبقى في السيشن ده طبقنا الصفحه الخاصه بالاندكس والنافيجيشن الخاصه بيها.